بجن بربع جن بربع جن بربع جن ولا اربعة بجن بربع جن ولا اربعة بجن السردين وصل يا ناس بربع جن بربع جن السردين بربع جن السردين ده زمان الحلم ده زمان الحلم ده زمان الحلم ده زمان الحلم بربع جن ببترخ واسميه وبرب عجاني وبترخ واسميه برب عجاني برب عجاني برب عجاني ببترخ واسميه ببترخ واسميه برب عجاني برب عجاني ولا اربعة بكين برب عجاني ولا اربعة بكين ببترخ واسميه ببترخ واسميه ده زمان مساء الفل مشاهدينا مشاهدي منصة أبو كبير ميديا في كل مكان. معكم إسلام رضا من اسكندرية. بربع جنيه بربع جنيه بربع جنيه بربع جنيه اهو بربع جنيه بربع جنيه بربع جنيه على الشاشة السردين المكساوي سردين المكساوي زي ما انتم شايفين اهوت سردين جميل جدا السردين المكساوي اللي معروف بلونه ومشهور بلونه وشكله وطعمه كمان حاجات كده جميله جدا يعني هنعرفها دلوقتي من من الناس اللي واقفه بتبيع هنا الفرق بين السردين المكساوي والسردين باي شكل تاني برب عجن برب عجن برب عجن برب عجن يا ست برب عجن يا بيت برب عجن يا ست برب عجن يا بيت بتاع زمان ده بتاع زمان ده بتاع زمان ده لوسترا السمينه تات المينا لوسترا السمينه تات المينا لوسترا السمينه تات المينا برب عجن ولا اربعه بكده برب عجن ولا اربعه بكده برب حجاني برب حجاني ولا اربعة بكين برب حجاني ولا اربعة بكين برب حجاني بتاع زمان برب حجاني بتاع زمان برب حجاني بتاع زمان برب حجاني برب حجاني برب حجاني برب حجاني يا ناس برب حجاني اهو عامل ايه؟ الحمد لله يا باشا لسان طيب انت طيب يا باشا قول لنا بقى يعني السردين المكساوي طبعا احنا عارفين ان السردين المكساوي ده بيبقى من اطعم السردينات من اطعم السردين يا باشا بيبقى معروف ازاي بقى؟ عارف ازاي؟ صلى على النبي السردين المكساوي يا باشا بيكون فيه كده خط اصفر خط اصفر خط اصفر كده اهو شايفه؟ ايوه ده المكساوي وبيكون كله كده زي ما انت شايف مبطرخ ده البطروخ ده البطروخ وسمنه فاهم انت ازاي يا باشا؟ السمك المكساوي بيتميز عن اي سمك ازاي بقى فهمني عرف الناس السمك المكساوي الميه العذبه داخله على الميه المالحه بيخلي السردينه سمونيه ولحمها مش ناعم لحمها ناشف ده فيها السمكه بتفصصها فيها فيها لحم وانت بتاكل فاهم انت ازاي اي سمك تاني بتلاقي السمك كله مكربك كده ما تعرفش تاكله انت في مثلا غير السردين ده عندك يعني غير النوع المكساوي في لا ده كله مكساوي النهارده كله شغل نضيف كله شغل نضيف بتاع اليوم السردين الثاني بقى بتسمى ايه في 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 سردين معداوي وفي سردين المجمد يعني ما بنجيبوش السردين المعداوي باشا بتاع ميه زي نظام ساقعه ما تخليش السمكيه تسمن ولا تكون ايه فيها طريقه لحم ده بتاع المعديه ده بتاع المعديه بيبقى بكام بقى سوقه مثلا سوقه باشا بيبدا من 40 جنيه فاهم انت ازاي يا باشا من كام 40 جنيه 35 جنيه على حسب برضو سوقه يبقى اغلى من ده اغلى من ده حلو الله مع انه مش حلو زي الشغله بتاعتنا باشا على حسب اليوم على حسب الجو الجو حلو السمك بيكون موجود ورخيص الجو وحش بتلاقي السمك غالي ومفيش ما بنلاقوهوش ايوه فاهم انت ازاي يا باشا والسردين التاني بقى اللي انت قلت ان في نوع تاني المجمد ده يا باشا بيقعد في الثلاجات بالسنين بيطلعوه مجمد بيبيعوه على اساس بلدي ولا بيتاكل ولا بيتشرب أيوة. ما بيتاكلش لكن ده اصل السردين ده اصل السردين المكساوي المكساوي ده المكساوي الاصل انت قلت عليه اللي هو الخط الاصفر ده اهو ده الفرق ما بينه وبين المعديه ما بين المعديه وما بين اي حد اللون بتاع المعديه بيبقى لونه عامل ازاي اللون المعديه بيكون كله ابيض كله ابيض كله ابيض مفيش اللون حتى ده لا لا لا, لا كله ابيض كله ابيض ده بقى في سمك شنشله في سمك غزل شنشله الشنشله ده باشا يعني ما فيهوش ولا واحده مكسره ولا دماغها طايره بيكون كله سليم
كله سليم يعني ده كل ده سليم ده الشنشول لا ده غزل كله كل ده غزل اه فهمنا برضو الشنشولة تاني والغزل ايه هو الشنشولة باشا اللي كله بيكون سليم وفي شولة واحدة مكسرة وكله ماسك نفسه الغزل عشان هما بيفضوه زي نظام بيكعبلوه بيكسروا ايه دماغه وبتاع فاهم بيطلع كده اهو وسمك يتاكل احسن برضو من ايه من الشنشولة كنت لسه هقول لك ده بيأثر لو هو لو طالع كده بيأثر في طعمه وفي الطبيخ لا 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 ده احلى من بتاع الشنشولة بس الزوم برضو فاهم انت ازاي ممكن ما يجيبوش سمكيه راسها طايره ولا حاجه اه ممكن بيكون بيتقرف ولا حاجه بياخد السمك الشنشولة والزبون اللي بيعرف ده بياخده ده له زبون ده له زبون يا باشا اللي يعرفه ياكل الطرق طرق بقى طبيخه والحاجات دي كلها في يا باشا بتعمله قلي وبتعمله شوي قلي وشوي وصينيه في الفرن دوت ما بتحطلوش زيت ده باشا السمنه بتاعته بسم الله ما شاء الله بينزل سمنه بسم الله ما شاء الله في الصينيه وانت بتاكل بالف انا وشفا بحته فلفل وبليمونه سيب نفسك السمك ده ومعاك قلي في الزيت فاهم انت ازاي ومعاك شوي على الجريل بالف انا وشفا اطعم تسويه دي اطعم تسويه في الفرن سيب نفسك احنا شفنا في سمك في دلوقتي سردين انت فاتحه وفي بطروخ اه باشا اه بص مبطرخ يا باشا كده ما شاء الله مبطرخ بالصلاه على النبي وسمين اه مبطرخ كده وفي سمين ايه بقى ايه وايه سمين ومبطرخ يعني ايه سمين ومبطرخ السمين السمونيه بتاعت السمكيه كلها بتيجي ايه قدام احنا خدنا بالنا ان ده لون بطروخ وده لون بطروخ تاني خالص اه ده دي سمنه دي سمنه دي سمنه وده بطروخ يعني ده بيفرق في الطعم ولا الاثنين لا الاثنين واحد الاثنين بيتاكلوا الاثنين بيتاكلوا اه على حسب برضو ايه رزق الزبون طعمهم احلى بقى الاثنين واحد الاثنين طعم واحد بقى الف انا وشوف ان شاء الله فاهم انت ازاي يا باشا واللي بياكل يا باشا من هنا بيدعي لنا ان شاء الله ان شاء الله انت بقالك كام سنه هنا بقى انا باشا بقالي عمري هنا كله وفي ابا عن جد هنا ابا عن جد اه فين الحاج هو الحاج ابا عن جد ان شاء الله ابا عن جد الحاج ازيك يا حاج عامل ايه ازيك يا حجيجي عامل ايه؟ الحمد لله يا رضا تعالى خد عن اي سردين تاني عشان بيبقى داخل له ميه حلوه وميه مالحه في نفس الوقت السمكيه بتسمن ايوه واخد بال حضرتك؟ فيختلف عن اي سردين في سردين مثلا بتاع الشنشوله ده بيبقى كله دم بيختلف وبيبقى فيه شوك انت بقالك كام سنه هنا حاج بقى بتبيع انا عمري كله هنا كام سنه مثلا يعني مثلا 40 سنه 50 سنه 40 50 سنه اه شغال في السمك في السمك شغلتي السمك ابا عن جدا بتفهم بقى في السمكه سمكه كل حاجه يعني كل حاجه كل حاجه اه ان شاء الله يعني احنا شايفين الحاجات الحاجات اللي عند الحاج بليا ما شاء الله الحاج بليا اللهم صل على النبي شغل عالي يعني حاجات جميلة عند عم بليا شوية سردين يعني بجد يستاهلوا يعني بق كل الناس بسم الله ما شاء الله حاجات جميلة وبربع جنيه بربع جنيه بربع جنيه الأربعة بكام بربع جنيه الأربعة بكام بربع جنيه كسر بربع جنيه دم أنا قلت اسمامك يا بحر أنا قلت اسمامك يا بحر انا قلت اسمك يا بابا بلعب عجان بلعب عجان بلعب عجان الاربعه بكام بلعب عجان الاربعه بكام بلعب عجان بلعب عجان الكاس احنا لازم نجرب لازم يا باشا نجربه طبعا لازم نكسره طبعا لازم يا باشا لازم نجرب هنا الاساس هنا الاساس هنا الاساس وبربع جنيه وبربع جنيه وبربع جنيه ما شاء الله يعني زي ما انت شفتوا السمك الجميل والسردين الجميل والحاجات الجميله المفيده جدا للصحه وما شاء الله يعني حاجات جميله جدا وبربع جنيه عند عم بليا وابنه اللي بقالهم سنين هنا موجودين والاكل هنا والسمك هنا بصراحه حاجه جميله جدا وبربع جنيه هنشوفكم في لايفات تانية جديده عمر بندق عمر بندق نشوفكم في لايفات جديده في انواع جديده في اشكال جديده من محافظه الاسكندريه من السوق الجميل والحاجات الجميله دي منصه ابو كبير ميديا كل حاجه جديده ولصالح حضراتكم تايبين لازم النهارده كمان نشجع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكسب نشوفكم في لايفات جديده انا معكم اسلام رضا